مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصه جد، وبين المزح وبين الجد بوعدكم بحلقه استثنائيه الليله. ضيفتنا بهيدي الحلقه مهضومه وعفويه وصوتها حلو، هي اقوى واسمعوني منيح، اقوى بكل جداره، اقوى فنانه لبنانيه على التيك توك وبالتوب 10 على مستوى العالم، على مستوى العالم مش العالم العربي، العالم على السوشيال ميديا، خارب الدنيا. والليله باستوديو الاجواء ما راح تكون على الاكيد والعاني بالمزح نصه جد، نستقبل سوا النجمه اللبنانيه لما شرف. قد ايه طولك لما؟ متر و76. متر و76 بلا كعب؟ ايه يعني مع كعب يعني هلا متر 80 81 نص سم متر 81 متر 81 6 سم. اهلا وسهلا فيك، فتي على غنيه يا طير سنونو. اول شيء قد ايه عزيزه عالبك هاي الغنيه؟ كثير. هاي اللي طيرتك؟ هيدي الطير سنونو وطرنا معها. انت كنت الطير سنونو عم بتطيري؟ ايه. يعني هي اكثر من يوم ما انا اللي بريده؟ لا مش اكثر، بس هي فيك تقول سبب انطلاقي. شو سجلتي فيديو قاعده على الحيط على الطاوله عم تعملي هيك عم تغنيها؟ وقال الكريم خذ. امي نايمه الساعه 9 الصبح، نحن سهرانين، وقلنا قلت لاختي وطي صوتك. اوف. يعني هيك فيديو شالف، عرفت كيف؟ شلفني شالف وضرب. عن جد ما حدا بيعرف شو ناطره بهذا العالم السوشيال ميديا. اليوم لما شريف شو اكثر شيء بتريده؟ ما بعرف. كثير اشياء يعني. مثل شو اكثر شيء؟ الامان. الامان؟ اكثر من المصاري؟ ايه. اكثر من المصاري؟ اكثر من الحب؟ يعني امان. اعملي لي اياهم بكون امان، يعني نفس الشيء نفس المعنى بحسه. اعملي لي اياهم بالتدريج، امان حب مصاري، كيف تعمليهم؟ امان حب مصاري. مصاري اخر شيء؟ بيناتنا هلا. لك كثير بتعذب. بتعذب؟ يعني بتعذبك؟ ايه. مش عارف شو بتعملي فيها؟ غير هيك يعني بصير في عندك ناس بدك كرامة المصاري، ناس بتصير معك منيحة كرامة المصاري، ناس مصلحجية. بتغير معايير التعاطي معك. ايه فعرفت يعني انه خلص. خليني خبرك شو ناطرك بحلقه الليله لما فقره الاولى. خلينا بالجد، الفقره الاولى كلها جد، رح نسالك اسئله تحتاج لاجابات دقيقه، انتبه. أوكي. وبعدين مطلوب منك عن جد ثاني فقره، يعني تحديات نص مزح ونص جد. واخر فقره عم تمزح اكيد، لانه بس تشوفي شو رح اطلب منك عم تقولي، رح تقولي لي عم تمزح اكيد. ورح نبلش خلينا بالجد. ابو الناج روح. مشاهدتك بلشت من تيك توك وما شاء الله عليك صاروخ ارجاوي، السوشيال ميديا كلها بتهزيها من انستغرام ليوتيوب لفيسبوك وتوابعهم. قد ايه صار برصيدك متابعين اليوم؟ 10.4 مليون. 10.4 مليون على تيك توك. على انستغرام 1.1 مليون و100 الف. ايه. ليه هالعتفي ديكلا؟ ليه هالعتفي فرق؟ لانه انا اول ما بلشت تيك توك كنت هامني كثير الانستغرام. اوكي. يعني بلشت تيك توك وخلص، ما انستغرام كان اخر همي. بعدين لما صاروا العالم انه افتحي انستغرام. افتحي ايه؟ انستغرام. افتحي انستغرام. عم نفتحنا. انت الفنانه العربيه الاولى اللي عندك 2.5 مليار كليك على الهاشتاج تبعك. 2.5 بليون كليك على الهاشتاج تبع اسمك. صح. لك نحن يعني في ناس بتحلم ب 100 مليون، انت عندك مليارين ونص. صح. لك يا لطيف. طب قد ايه عملك هذا الشيء مصاري؟ هلا بلا سؤال، هلا بنرجع لموضوع يعني انت اليوم بلا مزح يعني عندك على عندك على الكليكس 9 صفوره، بالمصاري كم صفر؟ دوبل. لا روحي، شو عم تعملي منيح؟ الحمد لله يعني عايشين. رح يجيك عم عوز حدا وعم خلي حدا يعوزني، عرفت كيف؟ وانت اليوم صرتي مسؤوله مثلا عن اهلك؟ ايه الحمد لله. انت مسؤوله عن اهلك؟ لك نحن قبل كنا عايشين رواق، يعني اكلين شاربين نايمين رواق ميسورين، بس هلا يعني الاشياء اللي بستحليها فيني اجيبها. فيك تجيبيها. ومس عقارات سيارات عم تقدري ولا ما بفوت بهيك الشيء بعد؟ ما بفوت بكير، بعدك أيه. بعدك صغير على هذا الموضوع. طيب رح لك مصاري بالبنك انت؟ لا لا. انت على ايام الازمه كان بعد ما معك مصاري؟ شو؟ لك شو بيحكي لك؟ شو؟ نل المصاري قبل الازمه يعني قبل التيك توك. طيب بتاخذ من اهلي. طيب ليه في كثير ناس بيفكروك عراقيه او اردنيه او سوريه؟ كل بلد بيفكرك له. صح. يعني العراقيين بفكروك عراقيه، السوريين بفكروك سوريه، والاردن بفكروك اردنيه، ليه؟ الا اللبنانيه. لا لا ما بعرف. انت بهول بلدي بالعراق اشهر من لبنان. عراق اردن وهلا فايته بمصر وبسوريا، يعني فيك تقول بكل عرس لي قرص. ايه يعني هيك انا القرص بكون. يعني انت اول اشهر شيء بالعراق بعدين بالاردن. صح. لبنان وين بيجي؟ ثالث رابع هيك شيء. روحي يا والله. يعني انت اليوم في ناس بلبنان بتمشي ما بيعرفوك؟ ولا ايه. قليل؟ ما بعرف يعني قليل ما امشي صراحه. شو بتعملي بالطيره؟ بالسياره. بس ما بتمشي ما بتتمشي كثير، ما بتروحي على المول ما بتظهري، بتسهري بتحبي السهر؟ كثير. بتحبي بتسهري؟ غرامه.
برا ولا السهر قصدك ببيوت يعني؟ لا يعني بتحب الطاولة؟ بحب الدي جي، بحب الميوزك. بتحب الميوزك، اوكي. عاملة اغاني كثير لبلدين، عاملة اغنية للاردن، وليه بتعملي اغاني للبلاد؟ تحية حب ولا طمع تجاري؟ يعني ليصير عندك فولورز من هاي البلدين، ولا عن جد تحية حب؟ خلينا شو اسمه؟ اثنين صراحة يعني. اثنين. بس الشيء الأول إنه أنا كثير بحب هالبلدين وهن داعميني من أول ما أنا فتت على التيك توك. بس إنه كمان الشيء شوف التاني، أنا شو بيقبوا لك البنات العراقيات والأردنيات. أنت بالنسبة لهم يعني مثال أعلى. الحمد لله فتت بهالباب وما حدا سمع علي مثل ما بيقولوا. وكمان شيء تاني عملت الأغاني كمان كمال شيء تجاري يعني، مش بس كرامة إنه أكيد بتعمل شيء تجاري لأجيبوا فيوز وهيك. طيب اليوم في ناس، في بنات تتشبه بلمشاريع، بتعمل تاتويات مثلك، بتعمل شعر، في ناس في كثير بلشوا عم بدقهم. اف هذا انت كم تاتو عندك؟ شي 35. نعم 36. نعم سوري. هلا انا انت اخر شيء بنت، ما بدي، بس انه كل جسمك تاتويات. اوف هذا شيء مقبول شرقيا؟ بيجيك انت عادات على هذا الموضوع؟ كثير 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 يعني لدرجه مش طبيعيه. شيء بالدين انه حرام مثلا بيقولوا لك؟ هلا انا دينيا ما بفوت بهالموضوع، طالما انا لا عم باذيك ولا عم باذي حالي ولا عم باذي فلان ولا فلان، انا صح تمام. تعتبري حالك انه الدين معامله، انه هذا هو يا انسانيه. يعني انا اذا عملت تاتو انت شو دخلك هي؟ ما فهمت. طب ما فهمت ليه عم خيي شو مشكلتك؟ ما عرفت كيف انه خلص تركت ما عم بعمله عندك انه ايه. طيب ما قلنا شي نهار بتعملي غنيه اردنيه عراقيه، ما قلت تعملي شي غنيه اجنبيه يوما ما؟ طبعا قريبا. شو فرنسي ولا انجليزي؟ شي نيجيري فيك تقول. افريقي؟ هذا لمين عم تعملي؟ عم بعمل ديو انا وفنان كثير عالمي، فيري سون، فيري فيري سون. نعم ديو انت وفنان عالمي نيجيري؟ اوف. طيب كان عندك جوله فنيه بامريكا ورحتي على الدومينيكان ريبابليك. صح. يعني صرتي يعني رحتي مع نجوم، كان صح. في نجوى كرم، وائل كفوري، جورج وسوف، جوزيف عطيه، ناجي القسطى، كان في نجوم هلا ماني مذكرهم كلهم. خبريني اليوم انه انت صرتي جزء من هول النجوم، بمين التقيتي فيهم؟ الكل. كيف كان حسيت التعاطي معك؟ الكل كان مثل ما توقعته احسن صراحه. خبريني اكثر، مين اكثر شيء؟ انا بعشق شيء اسمه نصيف زيتون، خيي ما بش بايدي. ايه. وسلطان الطرب، جورج وسوف. ايه. بحبه كثير. ايه. طلع اشاعه عن لسانك مره عم تحكي انه خليه يروح يعتزل. عم تكني بهمي. شو؟ تكني بهمي. يا عمي انا ما قلي بالقصر غير امبارح العصر بيقولوا صار لك جاي بدي احكي على فنان عملاق بالفن، شو لي مصلحه بالعكس. مين عم بيركب عليك اشاعات؟ المرضى النفسيه. في ناس من زي من نجاحك ولا كيف؟ طبعا في ناس بتغار انه ليش هي مش انا، خيي روح نزل تيك توك وغني يا ترسطوني، شو حدا مانعك؟ انه انت اخر شيء شو ما اخذتي من درب حدا يعني؟ كل واحد رزقته بتجي على باب بيته. لو 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 قال بتامني انت هلا انه رزقتك بتجي على باب بيتك واجت على باب بيتك؟ الحمد لله. طيب قلت لي مين اكثر شيء كان هيك لطيف معك وحكاك وشجعك بالفن؟ حكى معي؟ ايه صراحه ما حكيت مع حدا الا مع جوزيف عطيه. اوكي. هنيك كان كثير يعني اوفر لطيف. ايه حدا تاني كانوا بس على الستيج. كان معك على المطار بالمطار شفته لجوزيف معك اذا ماني غلطان ولا لا؟ انا طارت علي الطياره. انت راح انت دخلك راحت عليك الطياره نمتي بمطار باريس؟ ايه والله. شو صار خبرينا القصه؟ ماشي كثير سخيف القصة، 5 ساعات من لبنان على فرنسا. قد ايه كان الاسكان؟ 10 ساعات. طيب نامي بالاوتيل؟ ايه نمت 11 ساعة. لا خيي طلع طارة 11 ساعة نمت؟ اي والله فقت عم بطلع شو بدي اعمل؟ حكيت مع رامي اللي هو بكون مانجر. قطع لك على الرحلة اللي من بعدها؟ قال لي ثانك يو. أول شيء قال لي قلت له حبيبي على راسي، بس شو بدي أعمل علي ما فهمت. رجعنا قطعنا بعد 25 ساعة قطار طيارتي، 9 ساعات ونص على دومينيكان ريبابليك. نعم متت. جاي خبريني نطرتي فوق ال 10 ساعات 25 ساعة؟ ايه. يوم؟ ايه. يعني رايح عليك يوم حفلة؟ لا كانت أنا رايحة قبل بنهارين من الحفلة. اوكي. وتسع ساعات ونص بالطيارة من فرنسا على الدومينيكان، ووحدة حادة أجلك الله حكي مهرار. شو يعني؟ يعني كل 5 دقائق ومن تويلت. طب بشرفك إنه قعدي محلي أو قعدي ما بدها، كل 5 دقائق بدها تروح الحمام. وأنا ومع ضغط حرام. ما قدرت تنامي بالطيارة؟ يا الله. ما قدرت تنامي بالطياره؟ شو بدي لك اخر شيء كوكعت حالي هيك ونمت، اذا بتمرق تمرق مثل ما هي. ونمتي بال 25 ساعه زياده نمتي ولا بس؟ لا 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 بال 25 ساعه ستريس بانيك، شو بدي اعمل؟ كيف وين بدي اروح؟ بلد واول ما رامي كان مكورن، خيي ما بعرف ادور بكورن رامي. بيهرب بيهرب. طيب بدنا نسمع بالعراقي يا حمام الدوح بما انه عم نحكي عن العراق. يعطيك الله.
حمام الدوح وايش مالك تون يا حمام الدوح يا حمام الدوح وايش مالك تون انت ربع اللي هون ونيت انت ربع اللي ونيته مو بس انت اللي يمر بيك الحزن انا حزني من الصغر ربيت مو بس انت اللي يمر بيك الحزن انا حزني من الصغر يما ربيته صار مثلي يعشق ويهوى ويحب ومثلي يكتب بالشعر خليته علماني على الجقاير والتتن وبيا بيا 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 يشرب لوخي لصباكيت شو بحبوا هالبوال مش معقول شو حلو هذا البوال لما شريف بنت اليمونه بالبقاع وانت جاي من بيئه محافظه ومتمسكه بالعادات والتقاليد كل التاتويات داخلك وجاي من كيف تقبلوا باليمونه عشيره ال شريف دخول بنت اليمونه بالفن اول شيء ما تقبلوا مين قال لك تقبلوا اول شيء ما تقبلوا اول شيء ما حدا تقبل اهلي ما تقبلوا ما حدا بيتقبل انه بنت عم تفوت بمجال كثير وسخ سوري بس هالمجال اوسخ مجال بالعالم اوف هلا انت دقتيها طبعا عم بتشوفي وسخته كثير سوري ان تيرمز اوف وات يعني عالم بشو... عنده نفسيات رهيبه أوف. فنانين مش عم بحكي جمهور جمهور في هيك في هيك فنانين بس فنانين عندهم نفسيات ان انت اللي جاي هيك انجا تاخدي حصه صغيره دغري عينهم فيك ايه. ومن هي هاي خلص جيت انا وقفت بالنص تربعت ويلا بدي يصير يصير هاي قاعده ايه شو شو عملوا اهل اليموني او عشيره ال شريف ليك عشيره ال شريف اول شيء صار في حكي مع البابا انه كيف انه بنت اليموني بنت شريف اخرت هالمدار بدها تروح الفان لا وانت بس انت بس الحلو فيك شغله انه لهجه اليموني انت ما بتجربي تخبيها بتحكي لا انت يمكن الوحيده بتطلع بلهجتك بتحكي كفنانه صح يعني اللي جاي من زحله اليوم بيحكي بيروتي ولي انا ربيت هون بس اهلي حرق اهلي بعلبكيه ايه كفيلي شو بدنا بالفان؟ شو بدنا بالفان؟ انه خط رح تنضب البيت حاش تنطنط على التيك توك بيقولوا هالكلمة ايه ايه كثير يا بي شو سمعت منا لشو عم تنطنط على التيك توك؟ اخر شيء قلت له لبابا لك انت عارف شو مربي ولا لا؟ قال لي ايه بس حكي العالم ما حكي العالم قلت له خلص عندي الموضوع شو عملت؟ عندي الموضوع ذكر اول مقابلة قلت عندي الموضوع كفت عادي عندي الموضوع ايه اول مقابلة كانت معك ايه هيدي اليموني كلها حضرتها ايه شافوني انا كيف كنت مهذبه شو قصدك ايش لانه كنت بتجنن ايه؟ رصيني فحبوا يعني بتشرف ايه؟ فصاروا من النوع صار يدقوا للبابا والله رفعتنا راسنا ومدري ايش قلبوا ايه وانا كثير بعشقهم اوكي الفنان معين شريف من اليموني لما سالوه اذا بنتك قررت تفوت مجال الفن شو بتقلها قال لهم بقول لها روح نضبي حدا قال لك روح نضبي لا ما حدا قال لك كيف عليك معين شريف عاديه ما في عليها لا ليه بيقربك ما بيقربي بيقربني بس انه ما ثاقبت انه انا وياه صار في حوار بيناتنا او صار في حكي او شيء بس هو اهلي كثير تمام وكثير صحبه بس انا وياه ما في حكي مش لانه في حزازيه او شيء ما بتعرفي ولا بيعرفي انا بحبه ايه شفته كذا مره بس من بعيد لبعيد يعني ما كان فيها الاخذ وعطى بيتجنى بيسلم عليكي ولا مره صرت بعدني ولا مره شايفته من بعد الشهره ولا مره شفتيه من بعد الشهره اوكي ولا مره حتى دق عليك قال لك مثلا برافو يا لما مش برافو يا لما هلا مره صار في حكي بيناتنا على التليفون بس ثاقبت ما كملناه لانه توفى حدا من قرايب مرته اوكي فما رجعنا فتحنا الموضوع وكانت هي وبس اوكي بيك وخالتك واختك صوتهم حلو ايه ما هيك مين اللي دربك على الغنى بيك؟ بابا ايه بيك دربك على الغنى بتقولي انه بيك صوته بيشبه صوت وديع صافي صح هلا صوته قوي؟ ليه ما بتعمل اغنيه مع بيك؟ قريبا كمان كمان؟ كل شيء قريبا لعبك شو كل شيء اليوم طلع قريبا كنت تغاري من اختك الكبيره ايه؟ كنت تقلديها بكل شيء كثير لدرجه انه تحجبتي بعمر 8 سنين لتعملي مثلها صح اوف تحجبت هي اهتمام اهتمام ما انا هون طب ما ويي
متحجب ما حدا عبرني. طيب ليكي ورجعتي خلعتي حجابك بعد 3 سنين صح مزبوط؟ امك بقيت شهرين ما بتحكي معك بعد ما خلعت حجابك؟ ايه والله صح شهرين. ليك هي خيرتني قالت لي انا ما بجيب لك عشية، بدك تتحجبي تحجبي، ما تتحجبي ما تتحجبي، بس مش تتحجبي وتشلحي. ما قلت له طبعا شو انا اشلح ما بشلح. ايش لحت عرفت كيف؟ ليش شلحتي؟ لانه ما كنت مؤيد بولا شيء بخصه بالحجاب. بس على الفاضي بس بالحجاب بس بالفراغ يعني البس بنطلون ضيق كنزه تحت البنطلون شكل عن زنودي شو الشباب كيف كون صح صحيح للعالم انه لا ما بيمشي الحال هيك في قوانين للحجاب. فشلحته وبمشي يعني ستريت خلص. الحجاب والفن ما بيمشوا سوا؟ لا طبعا. نداء شراره شو بتقولي لها مثلا؟ حجبه بتغني اليوم طبعا بيمشوا. انا ما بعرف ليك ما قصدي بال يعني عندنا موهبه بتقدمها بس انه انا ضد صراحه كليا الحجاب والفن. انت جرافيك ديزاينر ما اشتغلتي فيها؟ لا ابدا. ليش عملتيها؟ قعدت بالكافيتيريا عشان كنت اطلع على الصف. كلها ملمونه من الكافيتيريا من تحت. ما كنت تطلع على الصف ولا كنت اعرف شو عندنا حصه شو عندنا ماده. ايه كنت فاكره انه انت ما كنت تقولي كنت مفكره قبل انه المجال الفني ما مش نظيف وما بيمشي الحال بلا تنازلات. ايه ما هيك؟ وهيك وصلتي بلا تنازلات ما هيك؟ بعد الطريق قدامي حيصير في تنازلات كثير. حيصير في ولا حينعرض عليكي؟ على اي ناحيه انت يعني عارف. خلينا نقول شغله لحد اليوم انت بس قلعتي في ناس عرضوا عليك تعملي تنازلات مشان شهره اكثر؟ ما حدا بيسترجي. ما حدا بيسترجي عن جد شيل مزح ما حدا بيسترجي. ليش؟ لانه لك كيف عم اقول لك ما حدا بيسترجي؟ افتح فوت دغري بيطلع الشرش اللي مع البكي. وانت دارزي حالك تاتويات لتعطي هيدا الامبريشن انه ما حدا قريب؟ لا لا ما خص ما خصه. شو حاطه ادكتد هون؟ مدمنه؟ اي ام اتاتو ادكت. يو ار تاتو ادكت يعني انت مدمنه تاتويات. مدمنه على شيء ثاني؟ دقي ورقه حشيش على ايدك صح انت ما هاد انا بعرفين بدي صنع هالسؤال ما عارفه انت ما تشتري الحشيش؟ ليك انا مع انه تنزرع بس ضد انه الشباب المراهقين يتعاطوها طبعا ضد لانه هذا الشيء ممكن يؤدي لاشياء ثانيه ما تتصدر كرمال ادويه بليموني عندنا ما في شيء غير الحشيش خي شو بدنا نعمل؟ للزراعه ايه ما في شيء حولنا شيء ثاني ما في شيء لا دواعي طبيه عم تحكي ولا انماء الاطراف انت مع زراعه الحشيشه طبعا وده سلاح على ايدك كمان؟ ايه ليش؟ انه ما بتخاف يقولوا انه انت مع سلاح؟ طيب بتعرف شو قصة السلاح؟ شو؟ قصة السلاح هيدي كان في أول ثورة أول؟ الثورة ايه كان في مظاهرات من مظاهرات ونحن ب 29/10 ما نطلع على اليمونة كنا أنا وأمي وأبي مش مشهورة أنت؟ لا طلعنا على اليمونة وقفونا على طريق مكسي مسكي مدري شو اسمه مكسي ايه ممنوع تمرقه بابا كتير كتير رواق يعني بابا كتير صبور مهم نزل بهالكلاشن وفات انه كيف ممنوع نمرقه انه لا ما فيكن هيك من كلمة لكلمة قشطوا الكلاشن وحطوه بهالسيارة جاي بده يضربوه نزلت محسوبتك من السيارة جبت على الكلاشن اللي بيقرب بدي العن السلسفيل تبعه ممنوع حدا يقرب على السيارة اوف ايه حملت الكلاشن؟ ايه بابا عم يحكي القصة بقول لهم انا ما عندي اولاد شباب بس بنتي بهيدا النهار كانت زلمه فانا دقيت السلاح هون مش انه لدواعي سياسيه او شيء لا شو ما بتعطي سياسه ما رح تنتخبي؟ لا ما رح تنتخبي ما بعرف ما بتعرفي تنتخبي ما بعرف شيء اصلا بالسياسه طيب قبل ما نروح لحياتك العاطفيه شو رايك تسمعينا اغنيه روتين؟ كمان اغنيه روتين شو هي البارت 2 تبع يوم ما انا اللي بريده؟ هيدي فيك تقول مثل نشاط عملناه انا والفنان ربيع العمري شو نشاط يعني؟ يعني مش عمل رسمي فسري لي اكثر يعني انا مش حاطه ارقام لهالغنيه انا عارفه هالغنيه بس كرمال الاولاد حبوا او العالم في اللحن فحبيت اعمل مثل بارت 2 منها بس مش متوقع يعني مش عم اقول هيدا قد ايه عندها هالارقام هاي؟ شي نص مليون بعد ما نص مليون انت عندك ماشي يعني اوكي يلا روتين لالك يلا يما حتى أصحابي أنا معلمهم بكتابي أنا معلمهم بكتابي تاريخهم دمى ألعابي لا دم ولا أعصابي وجوه فلا تقلابي والسلام منهم ما ريدوا والسلام منهم ما ريدوا يما
بعده والسلام منهم جد جد فقرة مش فقرة عاطفية، أسئلة عاطفية لما شرف لما شرف كل هيدي اللي بتجرب تبينيها الجرأة والهيك والجئم إذا بدك أنت بيخبي وراء إحساس وبيخبي وراء ضعف عاطفي معين. خطبتي 4 سنين وقبلهم حبيت سنة من طرف واحد صح، وبعدين رجعت وتركته. كنت تراقبيه من وراء الشجرات قدام بيته. فضت بالحائط نحن هلا. ليه؟ ايه صح. شو ما فهمت، بعدك بتحني له؟ مش بحن له، بس هو اول حب. انت يعني كان عمري 17 سنه لما فات على البيت، عرفت كيف؟ عمري 16 لما حبيته، انه ربيت على ايده فيك تقول. حلو. فشي كثير بياثر فيني كثير. فات لعندكم على البيت؟ طبعا. اوف. كنا حنكتب كتابنا حنتجوز. ايه شو صار اجى؟ فضت بالحائط. ليه؟ لك بتقولي يا ريت جوزته ولا منيح ما جوزته كرمال الفن؟ لا يا ريت. وما فتي بالفن؟ اوف. لك حلو انك تجرب كثير اشياء، بس بضل في شيء ناقص اللي هو الامان. ما انا قلت لك الامان. الشريك. ايه. طيب هلا هو مرتبط بفتاه ثانيه؟ هلا ما بعرف اخر مسجداته صراحه، بس بعتقد انه تركوا. تركوا بنهار الفلاق، ما بعرف اخر مسجداته. بالساعه كذا. هلا بعدك بتتابع اخباره؟ مش بتابع اخباره، بس بهمني امره، بهمني اعرف اخباره، بهمني يكون منيح. اه بهمي يكون منيح. يعني انت ما بتكرهيه؟ لا ابدا. معقول ترجعي ترتبطي؟ ايه. قريبا؟ ايه. قريبا؟ ممكن. بشخص مشهور على التيك توك؟ لا لا. بيقولوا انك معجبه بشخص مشهور على التيك توك. وينك وين بعدك؟ بعد في الماضي. شو حتسمعينا؟ حاليا احتاجك؟ ايه. حاليا احتاجك قبل ما اروح على مطلوب منك عن جد. هلا بدي بلش المزح والجد مع بعضهم. يلا حاليا احتاجك واتمنى اشوفك ايما متعود ابد هالقد عوفك. حاليا احتاجك واتمنى اشوفك ايما متعود ابد هالقد عوفك. علمتني أبدي يوم
تغيرت لمسة ايدي لو ما احبك حتى ما اعتب عليك احاول اكسر لكن انسى من ناجي كأنه عراقية أنت من النجف يعني كأنه هيك عراقية عراقية يعني. طيب هلأ مطلوب منك عن جد بهيدي الفقرة رح أطلب منك عدة مهمات وإذا ما بتعمليهم بدك تاكلي حار يا لما تاكلي حار بتحب الحار؟ لا بس أنا ما لك بعمل شو ما كان بعمل أنا بدك تكتشي لا انتبه. بعمل بدك إياه بعمله يلا لكن أول مهمة مطلوب منك مطلوب منك تمزيق صورة فنان من هالفنانين. اوه يلا في ثلاث فنانين جوزيف عطية وديع الشيخ نصيف زيتون. اتقل لك بدك تخزن والله الله بخليني اكل خار. مين؟ وديع. ليه؟ بس لأنه نصيف بحبه كثير كفنان. جوزيف عطية صار في أخذ وعطى بيناتنا وديع ولا مرة صار في أوكي بس محادثة بس خزعتيها بطريقة وكأنه في شيء بيناتكم يعني لا خزعتها بطريقة أنا ما بدي أكل حار بس لأنه هيك بدك الحار لا رواق بحبه للصبي كثير رواق للصبي بحبه للصبي بس أنه مجبورة تخزع حدا ليه مانك عاملي فولو لجوزيف عطية ونصيف زيتون مانك عاملي فولو لوديع الشيخ على انستغرام لك شو بعرف يعني ما مش 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 في ايه مش في شيء بالموضوع ما بيعجبك الفن اللي بيقدمه انا كثير بحترم الشيء اللي بيعمله لانه وصل يعني وصل حاله بحاله انسان بيحترم اللي بيوصله طبعا طيب هلا مطلوب منك تختاري جنسيه ثانيه غير الجنسيه اللبنانيه العراقيه الاردنيه او المصريه شو بتختاري او بتاكلي حر العراقيه دغري نقيتي مش الاردنيه ايه ليه بحب الثلاثة بحب كل البلدان بس العراقية فيك تقول انه اول باب انفتح لي هو باب العراق مطلوب منك تطلع على الصورة وبتختاري مطلوب الصورة؟ منك زعيم لبناني بمثلك ما انا عارفة هاكل عارفة كدشي هلا ما حدا طلب منك تكتشي الان لهالدرجة الحارة على الزعماء اللبنانيين يلا ليه من بعده مطلوب منك تحذفي غنية من قناتك على يوتيوب يعني غنية من أغانيك إذا اليوم طلب منك تحذفيها شو بتحذفي يوم ما أنا اللي ريده يوم ما أنا اللي ريده بس شيخ ابن عشيرة حلفت لي روتين شيخ ابن عشيرة بس ليه؟ لأنه هي مش إلي وانشهرت يعني ولا حلفت لي إليك حلفت لي فلوك 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 هل قديه؟ خلص شيليها بايدك ما بحس حاكدش بعض ما بعرف فولكلور ايه انه شيخ ابن عشيرة بتندم عليها؟ لا طبعا لا ما بندم عليها ما بتندم عليها حلوة كثير بحبها يعني بس انه اذا بدي احذف اضطريت احذف مين لمين الشيخ ابن عشيرة؟ احمد حمي ما بعرفه طيب مطلوب منك هلا تعطي ميدالية ذهبية ميدالية فضية ميدالية برونزية لأفضل صوت من هالفنانين هول الثلاث ميداليات مين بتعطي الذهبي؟ مين بتعطي الفضي؟ مين بتعطي البرونزي؟ وراكي على الشاشة ملحم زين، معين شريف، عاصي الحلاني وجورج وسوف، مين الذهبي؟ معين شريف ذهبي معين شريف؟ مين الفضي؟ جورج وسوف ومين البرونزي؟ مين بعد فيه؟ ملحم زين وعاصي الحلاني ملحم زين اوكي ما بحب صوت عاصي الحلاني بعشقه بس الثلاثة هول بحبهم أكثر اوكي بس معين شريف قبل وسوف ملحم زين هلا بتحبي صوته ولا لانه بيقربك ربيت على صوته ولا صوته انا ما بعتبره صوت معين شريف شو بتعتبره؟ يلا بعتبره يلا خدوا شيء بعتبره معجزه هلا معجزه انسان عنده طاقه مش طبيعيه بصوته مش معقول غير صوته معك حق وكمان ملحم زين يعني كمان ايه طبعا جورج وسوف اداء يعني كمان طيب مطلوب منك تكشفي عن اعلى اجر اخذتيه عن حفله قدمتيها يي
لهالدرجه سر؟ الاجر سر؟ حسد. حسد؟ فوق ال 10000 دولار؟ في فوق ال 10000؟ بكثير؟ فوق ال 20؟ والله منك لك بس عملنا. انت ما بتحب الحر. ما بت كمل خي كمل كمل. اوكي، مطلوب منك تختاري وحده من اثنين، الشهره او المال. مطلوب منك تنقي. الشهرة أو المال؟ المال خي، شو بدي بالشهرة بلا مال؟ إيه ما فهمت يعني. الجمال أو التواضع؟ لا خليني هلا بالغلط ببكي. الجمال أو التواضع؟ التواضع طبعا. شاب أسمر ولا أشقر؟ أسمر. رؤي شوي. أسمر مشقر. عيونك شو لونهم دخلك؟ كل شيء بيمشي معي. عيونك شو لونهم؟ فيني فرجة؟ إيه. إيه فيني يعني شيل؟ شو اللانسز هول؟ إيه طبعا لانسز. آه ليش أنت أصلا لا. عسلي فاتح انا لون عيوني. اه ليه بتحطي لانسز ازرق؟ انت تطلع قبل بعيونك المضبوطين. ايه اوكي. الجلي او الطبخ؟ لا هي ولا هي خي. ما بتعرفي؟ لا هي ولا هي. الكوع او التمسيح؟ كمان لا هي ولا هي ما بعرف شيء. رقص او حمل اثقال؟ لا حمل اثقال طبعا. حمل اثقال جيبوا لنا دمبلز. خاصتك محضرهم من قبل. لا وفي رقص شرقي اذا بدك. لا ما برقص شرقي. قد ايه كم وحده بدك؟ 30 بكل ايد. 3 كيلو كل وحدة. 5 6 7 8 9 10 خلقت الحر. 11 12 13 14. ورمت شفتك على الحر. ايه 16 17. لا تطلع على شيء ثاني. 18 19 20. لا ما انا شلفطت. 24 25 26 27 28 29 30. اوكي 1 2 3 4. عامله عمليات تجميل انت عم تعملي؟ عامله؟ عامله منخاري 7 ونفخة شفافة 8. هلا عيني وخاري ونفخة شفافة دغري هيك فيهم. بتفكري تعملي شيء ثاني؟ ما لا ما بحس. جسمي؟ لا ما بيهمك. ما بيهمك تبيني سكسي؟ سكسي مين؟ شو؟ ما بيعني ابو علي حسين ابن عمتي زينب جعفر. قول لي سكسي سكسي وين؟ طيب لالك لكن يلا اخر فقره عم تمزح اكيد الروح. اه بعد ما بلغ اوكي رح نوصل لفقره التحديات اللي ممكن تقولي فيها عم تمزح اكيد بهيدي الفقره. كل ما تخسري بتحدي رح نطلب منك تنفذي مهمه، واذا مسكيني رفضت تعملي تحدي بدي اعرفك على اصدقائي. مين اصدقائك خيي؟ ما تقولها. لحظه شو هول؟ عم تمزح اكيد. شو بدك تحطي ايدك جوا؟ اذا اعوذ بالله وعلى الله. ليه؟ عندي فوبيا من الصراصير. عندك فوبيا؟ شو بيأثر؟ شو انا مين بيأثر؟ كله بيأثر. شكرا خيف خدهم معك. ما حنعوذهم لانه بحس لك روح. هلا هلا شبك ما تخافي. طب هو اذا انا ما نفذت ايه هون بدي افوت فيهم هيك. ايه بنفذ. ايه ما روح معك حطيني السياسه تعلك بقول تبعتي. هدي هدي عم تمزح اكيد. شبك قاعده. اوكي كيف حط ايدي انا؟ تحدي الكعب العالي. اول شيء شلح من اجري. انت بحياتك ما لبستي كعب حتى اذا عرضوا عليك مهرجان كبير. وعرضوا عليك مهرجان كبير بس بالكعب ما قبلتي. صح. كيف؟ شو بعرف انا لبس كعب بتدعفر. شو بتدعفر؟ بتدعفر. شو يعني بتدعفر؟ يعني بتفركش. اوكي يلا تحدي الكعب العالي. بدك تلبس الكعب وبدك تمشي من عندك. البسيه هونيك هونيك اوكي. البسيه هونيك. بدك تلبسي من عندك وتروحي تجيبي صينيه السبيحه البعلبكيه من عند. وبدك تضيفي عصام وناجي. اقعد خليك قاعد. يجي شو ستايلست حيبكي. يلا 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 روحي جيبي شو اسمه. عام اهلي شو بكي هلا؟ هي ما بدها شيء. يا يا عمار العمارين هلا الدنيا فيهم جانين. هشام شو بيحب على البكية؟ هشام خذي لهشام. تعال ضيفيني وحدة إلي.
امبارح شكله بالكعب. طب ليك بس ما فهمت انا لهجه شوي ما فهمت يعني بتمشي ما بك شيء؟ لك ايه بمشي بس انه مش مشيه طبيعيه. فيني اكل انا كمان؟ فيني اشلح الكعب ولا بعد في عندنا شيء؟ في بنصحه فينا شيء هول؟ امبارح خليك واقفه. احرد ديون. يا ها شو ما فيك اليوم؟ مين بياكل مين؟ شوف روح لمحلك حماسي مهضومين هول الصاصيبي خلوني سيطر على الضيوف. اوكي ثاني التحدي. اوكي ثاني التحدي اشلحه؟ ايه اشلحي دارك انت كتير بتعمل ضروبه باصحابك. ايه شو اسوأ ضرب نفسي بحدا؟ عم باكل كلي خلصي. اسوأ ضارب؟ طب انعمل شي مره فيك ضرب؟ لا شو بعرف. لا ما انعمل فيك. اذا واحد عمل فيك ضرب شيء محرز يعني بتضحكي ولا بتعصبي؟ بضحك طبعا بتضحكي. طيب شو رايك انت هلا تعملي ضرب بشخص من عائلتك؟ بتلفني لحدا من عائلتك وبتقولي له انك عم تفكري تروحي خطيفه تحطي سبيكر وتسمعيني رده فعله. شو رايك؟ اوكي واذا ما كنت مقنعه رح ينبسط الكلب كثير هو عم بشمشمك. كلب مين؟ ما بيأثر بيجي الكلب بس فرجينا اذا حتكوني مقنعه ولا لا. بلا روح خطيفي وين رب التليفون. يلا ميرسي. يي حبيبي شو بكي؟ صار معي أداء أخذ جسمي أخذ سكرين شوت. أنا ليك بدي تكوني مقنعة. مش عارفك وين رب الكلب. لا أوكي ماما؟ نعم بدي احكيك بموضوع كتير مهم وما بتأجل. ما بتأجل لتيجي على الباكر؟ أبدا لأنه ماني جاي. البابا بالبيت. لا؟ البابا وين؟ ايش مانك جاي؟ البابا وين؟ بدي اشرحي جاي. ليكي أنا هربت من رامي. شو؟ هربت من رامي وهربت من التصوير. لا؟ لكن لولو نسيم بعد ما وصل لك ماما عم بحكي موضوع جدي عشان تكوني جدية معي. ايه ليش؟ انا حروح خطيفة. شو؟ انا حروح خطيفة. لولو نعم اعملي معروف. شو؟ ما تمزحي معي المزح. ما تعملي مع مين خطيفة رايح؟ وتركت التصوير وتركت ران. ماما واحد معه يعني اموال. ايش بدي بالاموال اني؟ لولو كرامتي ابني الاموال. هاي اول. اسمه عصام. سمعان. شو؟ اسمه عصام. عصام؟ ايه. هذا شو اسمه؟ مين؟ مو عصام هذا اللي قالوا له هون شو اسمه؟ مهم هلأني ما تعيش تعملي نغمة. ماما مش عم بعمل نغمة وما عم بعمل شيء. اسمع ما عم بعمل لا نغمة ولا شيء. أنا حبيت أقلك لحتى أقلك صار عمري 25 سنة أنا بحق لي أخذ قراراتي لحالي. يا بتقبلوا فيه يا أما بتروح خطيفي هلأ. أيوة
عصام كمان ناين وقامت رجع لعندي وكعرته. واحد كثير محترم ومؤدب. طبعا محترم ومؤدب ليش ما سمعت من البيب عن صوته من الشبيه؟ هو كبير بالعمر. شو يعني كبير؟ يعني عمره اكبر من بي جدي؟ لا مش اكبر من بي، عمره 50 سنة. اها ايه كم عنده مرة؟ بعد ما عنده ولا مرة. تجوز مرتين وطلق ما جاب اولاد. تجوز وما طلق ويا وعامل مدري شو وصانع وتاري. ليش بدي فوت انا هالفوتي هيدي؟ ليش انا بدي اعمل حالي وطي نفسي وطي كرامة اهلي؟ طب لا طب ليك انت اذا عندي هو وانا ما منعته لحتى بتطلعوش معه خطيب. يعني بتتعرفوا عليه اذا جبته؟ اه جيب عليه اتعرف عليه. بدكم تخلصوا مني. اخلص مني؟ انت بهالطريقه عم تخلص مني ولا انا عم بخلص منك؟ شو بكنا هرتها؟ ما بعرف شو الموضوع؟ خلص بعدين بنحكي. خلص مع بعدين بنحكي. ما تقوليني قلتيلي ما بتأجل الموضوع. كنت على اساس بدي اروح خطيفه، عم تقنعيني انه كنت حتعرفوا عليه، فخلص اذا حتعرفوا عليه رواق بلا ما اروح خطيفه. يا البلا لا ابدا هو يعني ابوها قرار كثير هين يعني انه يبقى خطيفه يعني ما بقول خطيفه. هشام حداد عرفنا عليه. قرار كثير سهل يعني. هشام حداد عرفنا عليه. شو هذا؟ شو جنسه؟ شو نوعه؟ شو هو؟ مع اساس بعت لك واحد بوكيه ورد وبتحبيه ومتيمه فيه. فضحتي. شكرا هذا اللي بدنا نوصل له. شكرا هذا اللي بدنا نوصل له. هشام حداد معي كانت عم تعمل فيك ضرب. ما في عندك ستر مغطى. ماشي ماما يلا بحكيكي انا. اوكي بدنا نعرف ست لما شريف مين هو اللي بعت لك بوكيه ورد على بيتك وبحبك وبتحبي. يلا حلو الضرب اجى بوقته. ما في شيء بس انه في حكي. حكي اعجاب وتبادل؟ اه. قديش عمره؟ 31. 31 بالدومين؟ شو بيشتغل؟ عندهم مطاعم بلبنان ولا برات لبنان؟ برا بافريقيا؟ الاي بامريكا؟ بدك تروحي تتغربي يعني؟ لك لا هو بيجي ما بعرف منحلها يعني منحلها بعد ما في شيء يعني يعني جدية لا لا ما في شيء. مشاهدينا ختمنا الحلقة اليوم بزواج لما شريف القريب بغرام لما شريف اللي عم يبعث لها ورود على البيت بعظمة لسان امها وهيدا كان السكوب اللي كنا بدنا نوصل له من ورا الضرب. اول ما تظهري من هون بمين رح تتصلي لما شريف؟ بماما عشان تقولي لها شو؟ هلا خلص انا هربانه من البيت لا خطيفه ولا شيء. غنيه لالك انت بتتمنى تكوني لالك ومنى لالك. غنيه حلوه بتحبيها. نختم فيها الحلقه. شو في اغاني يا رامي؟ هيك شي غنيه لالك كنت بتحبي تكون لالك بس منى لالك. بلا في غريب الناس. غريب الناس غريب الناس وبغريب الناس رح نختم حلقه الليله بدون ما انت تغنيها. الفرقه الموسيقيه رح تغنيها. شكرا لك لما شكرا على الحلقه المهضومه وموفقه انت وزوجك. ايه انت انت وحبيبك. ايه انت وخطيبك. انت وشو شو بيكون لك هلا هو؟ مشي شخص انت والمشي تبعك اللي عنده مطاعم هذا النانا اللي معه قرشين اللي عنده مطاعم بال اي عمره 31 سنه فيك تبلش 1 2 مبروك. عرفت انه عرفت انه بدها تتجوز واحد عنده مطاعم بقى ليه؟ غريب الناس غريب الناس غريب الدنيا دي أعز الناس في تكبر عليا ما فيش احساس ما فيش ولا ذكرانية خلصنا خلاص اهو ماشي وكده فيا هل لو كنت عملت خاطر يوم حلو عشنا بكده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة